ورغم الظروف الصحية الصعبة التي أفرزها وباء كورونا، تسعى الأطقم الطبية وشبه الطبية عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية والجوارية بولاية وهران إلى ضمان الخدمات الصحية الضرورية والتكفل الأمثل بالمرضى، تقول نوال بن طوبة. في هذا الظرف الحساس والاستثنائي، وقفنا بمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية للأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي بن زرجب بوهران عند مدى ضمان الخدمات الصحية اليومية للمواطنين. ما رمشي جمعة بزاف لي بارون، يسجل المريض برك اللي راه يجي، والاستقبال اللي راه يندار عادي، وما حتى لو بيرسونيل تاعنا راه متوعي كيفاش يدخل لي مالاد واحد بواحد. اون غوسا ميم حتى المؤسسات الجوارية وعلى غرار العيادة متعددة الخدمات الأمير خالد بوسط وهران، يواصل طاقمها الطبي وشبه طبي خدماته الضرورية سيما لمرضى الأمراض المزمنة، ومن جهة أخرى التأهب الدائم لخلية الأزمة لمجابهة فيروس كورونا. السيرفيس دونتير لي زورجونس يديروهم، اللابو رحال اون كا دورجونس ولا دو تروك، هذيك لا راديو راه تمشي. الطاقم الطبي راه واجد، راه موجود لاكمله، سامبلومون درنا دي جروب، نقصنا لو فلو تاني تاع الكونسونطراسيون تاع البيرسونيل. رانا لهنا توجور كونسلتاسيون مع لي مالاد، نشوفوا الفحوصات الطبيه سيرتو لي مالادي كرونيك، لي مالاد كي نيستان تريتمون، دونك سيرتو لي زيرجونس اوني توجور لا. فيها اتونسيون هي جي تفوت طاتني الدواء، لا الحمد لله طب هنا ناس ملاح يستقبلونا. اذا كل الامكانات الماديه والبشريه مسخره عبر جميع المؤسسات الصحيه لضمان التكفل الاحسن بالمرضى في مثل هذه الظروف.